اهلا بكم متابعي قناه فروم روكو في نشره اخباريه جديده وهذا ابرز عنوانها عاجل بلاغ جديد للديوان الملكي ولدينا التفاصيل لكن قبل البدء لا تنسوا وضع في القناه ويعجب بالفيديو ترأس صاحب الجلاله الملك محمد السادس نصره الله اليوم الاربعاء بالقصر الملكي بالرباط جلسه عمل خصصت لبرنامج اعاده البناء والتأهيل العام للمناطق المتضرره من زلزال الحوز وتأتي جلسه العمل الجديده هاته امتدادا للتوجيهات التي اعطاها جلاله الملك خلال إجتماع 9 و14 سبتمبر والتي وضعت لبنات برنامج مدروس مندمج وطموح يهدف الى تقديم جواب قوي منسجم سريع وارادي بميزانيه توقعيه اجماليه تقدر ب 120 مليار درهم على مدى خمس سنوات تغطي الصيغه الاولى من البرنامج المندمج ومتعدد القطاعات الذي قدم بين يدي جلالة الملك الستة الأقاليم والعمل المتاثر بالزلزال مراكش الحوس تارودان شيشا وأزيلال وورزازات مستهدفة ساكنة تبلغ 4.2 مليون نسمة ويضم هذا البرنامج الذي تم إعداده حسب مقاربة التقائية وعلى أساس تشخيص محدد للحاجيات وتحليل المؤهلات الترابية والفاعلين المحليين تهدف من جهة إلى إعادة بناء المساكن وتأهيل البنيات التحتية المتضررة طبقا لتدابير الاستعجالية المقررة خلال اجتماع 14 تنبر ومن جهة أخرى تعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية في المناطق المستهدفة